وتدبر القرآن في دنيا القيام، جمع الخشوع مع السكينة والسلام، والقلب في شهر المحبة لا ينام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أحبتي في الله، في تواصل دائم معكم على كل خير، بندخل على طول في الفعل والاسم، لأننا ما زلنا في رحاب ليلة القدر، مفاهيم الجديدة التي يغيرها الدكتور محمد هداية. احنا وقفنا دكتور محمد بعد ما بنرحب بفضلتك، طبعا اهلا بيك، كل سنه طيب يا مرحبا. شكلك قلبت عليا. لا والله ابدا. معاذ الله. لا لا، قول على خد راحتك خالص. معاذ الله، بس انت هتغير رايك اخر الحلقه، خد بالك. انا متاكد. اتفضل. انا متاكد وبسعد ان انا بس برضو يعني بسعد على قدر المحزنه، لان بجد معلش. بيبقى مر زمن كنت احتاج فيه ان انا بس نحمد الله ان احنا الحين. ايوه، ان احنا ادركنا ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. فبنرجع لحضرتك في تصحيح مفهوم ليله القدر. حضرتك رجعت بفعل انا انزلناه، قلت لي حضرتك هو فعل ماضي، وبدات تشرح الفرق بين هرجع للاول خالص. حاضر. في الفرق بين الاسم والفعل، عايز اسمع من فضلتك وباستفاضه. اتفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. انا عايز اقول لك احنا كنا فرقنا بين الاسم والفعل الزمن بس، كفايه. تمام. يعني طبعا سيبك من دخول قال وبتاع، خلينا في الزمن. زمن الفعل ما حدش اتكلم او علمنا مدارات القرآن في النقطة دي. احنا عندنا الفعل ايه؟ الماضي، يقول لك زمن الماضي، المضارع زمن الحال او الاستقبال، وعشان تبقى استقبال بس حط لها ياسين ياسين. الكلام اللي انت فاهمه ده. أيوة. انا دي مش مشكلتي، انا مشكلتي الفعل المضارع او الماضي ده بيعبر عن زمن، يعبر عن ده المدلول اللي حضرتك عايز تضيفه. يعبر عن ايه؟ يعبر عن زمن ماضي وقوعا، ولا يعني ولا تسمية؟ لا، وقوعا ولا حكاية. في فرق طبعا. لا، في فرق بين اللي انا قلته ان هو تسمية او لا، التسمية ممكن خلاص هو ماضي. في الحالتين ماضي. ده التسمية. برضو انا شايف ان الاضافة في يعبر عن، يعني ممكن يكون ماضي ويعبر عن الماضي، ممكن يكون مضارع ويعبر عن الماضي زي ما فضلتك قلت. ما هو بص، هو ماضي خلاص. لا يمكن ابدا هيقول غير ماضي. يعني في زمنه ده الماضي خلاص. ده الماضي زمن، ده الماضي ماضي، ده الماضي وقوعا وفعلا وحكايته او دلالته. المشكله وانا بحكي ودلالته. اصل خد بالك كل كلمه من دي لها فرق، لها مدلول تاني، وظيفه يعني. خلاص، بس انا فاهم. ده الماضي. ده الماضي خلاص، خلصنا منه. ما اقدرش اتكلم فيه غير كده. تمام. لكن المضارع لا، بيضاف له مدلول تاني، ممكن احكيه لك قديم وهو مضارع. يعني اقول لك ايه، خد بالك، اجيب حاجه عشان ولادنا يفهموها. يعني الكابتن الخطيب مثلا او الكابتن حسن شحاته، عشان الاهلاويه والزملكاويه يبقوا ما حدش يسال. صيامه احتمال برضه. صيامه احتمال. ان الخطيب يلعب المباراه، وانا بقولها لك دلوقتي، يبقى الماتش ده لسه هيتلعب. الولاد اللي قاعدين خلاص. الخطيب يلعب المباراة بطريقة كذا. لا، ده احتمال 50% على حسب ما شفت وش المدرب. يعني لما سألته عن الكابتن الخطيب يلعب ولا هيلعب ولا خد بالك من الكلام البلدي، هيلعب ولا مش هيلعب، قال لي يعني بنسبة 50%. يبقى أنا بقول لك كصحفي، الخطيب يلعب المباراة بنسبة 50%، وكابتن حسن شحاتة يلعب المباراة بنسبة 90%. ده النهاردة إيه؟ الماتش ده يوم الجمعة الجاي. حلو. وانا بتكلم بالمضارع، وانا مضارع اهو، اللي هو حال واستقبال. فده استقبال، يعني انا بقول لكم هيلعب، واحنا فهمناها هيلعب. هيلعب بطبيعه الحال. حلو كده. يوم السبت بقى المفروض اقول ايه؟ لاعب. خلاص، لعب. بس اقدر اقول الخطيب يلعب المباراه ومتحاملا على نفسه. يبقى ده بحكي. طب لحظه، اتفضل. انا فهمت دلوقتي ان هذا في المضارع، اللي قابل لهذا التشكل
لان احنا قلنا الماضي. ما انا الماضي ما قلتش فيه كده يا محمد. نهيناه. ما انا نهيت الماضي خلاص. تمام. الماضي كده. الماضي ما فيهوش الاحتمالية دي. تمام. ده انا كده فهم. طب الحمد لله. انما انا ممكن اقول ايه؟ وكان الخطيب يلعب المباراة. خد بالك بقى ايه اللي قلبه من مضارع لماضي؟ ان كان. كان. حطيت له كان. يلعب المباراة متحاملا على نفسي. بس سبت يلعب. عشان كان دي خدتكم فين؟ للماضي. للماضي صح؟ صح. فانا عملت حاجه في الجمله ودتنا للماضي. بس انا سبحانه وتعالى له اراده انه يسيبه مضارع او له إرادة. وهشرحها لك. مش بقولها كده عشان اتملص. انا هشرحها لك. له اراده ان يبقى الفعل اللي انتوا اتخلفتوا اللي انتوا اتخلقتوا عليه ده ان يبقى مضارعا. ولا تنسى ان انا قلت لك ان الكلمه القرانيه ابتلاء. صح. فالابتلاء بينت واحد مش فاهم وواحد مش عايز يفهم وواحد بيتغابى وواحد بيستعبط وواحد فهم. لا مش انت خالص والله. والله ما انت. وواحد بيفهم او عايز يفهم. يعني وكاني بالله يقول ان انزلناه في ليله القدر. ده ودانا لفين؟ لحظه بقى. وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر. تنزلت الملائكة والروح. مش كده؟ وقت تنزلت. وقت تنزلت. الوقت ده فين؟ في الماضي. اللي حكموا الماضي الأولاني. الكلام ده في زمن ماضي. ايه التأليف ده؟ تأليف. طب واللي شافوا الملائكة بقى وعمال. استنى بس يا عم الحاج بقى ما تقوليش بقى اتفتحت وقفت. ما انا لسه هقول. ده ممكن يكون تأليف مني. وتهجما على اللغة. وتطورا على النص القرآني. عايز دليل يعني؟ عايز دليل؟ عايز شاهد أوريك نسق القرآن إيه؟ منطق القرآن إيه؟ هذا هو منطق القرآن اللي أنا شرحته ده. أنا جبت الكلام ده منين على فكرة؟ مش جبته عشان آية القدر. ده أنا قعدت أبحث أشوف نسق القرآن إيه؟ فلقيت نسق القرآن كده. ومنطق القرآن كده. افتح 44 و45 الأعراف وركز معايا. أرجوك. وانت اللي هتقرا انا مش هقرا. تمام. اللي هي ونادى اصحاب الجنه. الكلام ده امتى؟ اصحى بقى معايا لازم تكون مصحصح. تمام. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. ده امتى؟ قبل ما تقول زمن بقى لسه انسى دلوقتي الازمنه. انا اللي هدخلك في الازمنه اهو. الكلام ده هيحصل ولا حصل؟ هيحصل. طب قال نادى اهو. ونادى ماضي. ايه بقى الكلام ده؟ ركز شوي أرجوك. مش محتاج أركز والله. ليه مش محتاج تركز؟ لأن ونادى سيحدث يوم القيامة. ده شاهد قوي جدا. استنى بس. لا ما تجاملنيش. لا 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 ده لسه. ده عارف ده شاهد على إيه؟ ما الناس قاعدة إيه؟ ده شاهد على النسق اللي أنا بتكلم فيه. صح. يا جماعة أنتوا ما فهمتوش. صح. القرآن بيتكلم إزاي؟ صح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ده زمن إيه بقى؟ ده النسق. أتى ده فعل إيه؟ ماضي. طب هو جه؟ ده في المستقبل. امال ايه اتى؟ ما استنى سيب دي. امال ايه اتى دي؟ اشرح لي اتى بعد اذنك كده. اتى فعل ماض مبنى على الفتح. في زمن ماضي. اه. لكن واقعه ايه؟ مستقبلا. عارف ليه؟ لان المتكلم الله. لو اي حد قال الكلام ده نقول له يا عم ايه التهجيز ده؟ صح ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ لكن الذي يملك الزمن له ان يتكلم بهذا النص. فقال اتى امر الله عشان يبين لك انه لسه ما جاش مع ان انا جايبه ماضي. قال فلا تستعجلوا. يبقى ده نمط قراني انت ما خدتش بالك منه. ونادى. ونادى. استنى بقى قول كده بقى. ده واحد. ده واحد. اثنين بقى اللي زي قدر بالظبط جايه لك اهي. ام قد وجدنا. وجدنا ده فعل ايه؟ ماضي برضه. ها؟ ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم. طب استنى بقى. الماضي ده قصته ايه؟ حكايته دي. عارف الحكايه اللي انا قلت لك عليها هنا؟ هي دي. عارف حكايته ايه؟ ان هو المولى عز وجل عايزك تفهم ان الحكايه دي لسه ما حصلتش بس اعتبرها حصلت لان انا اللي بتكلم. سبحانه وتعالى. فلما تعتبرها حصلت تروح تقف هناك ويبقى الكلام ده ماضي. ايوه. ونادى ووجدنا. وجدنا دلوقتي. وجدنا ده فعل ايه؟ ماضي. وحكايته مستقبل. لا مضارع. مضارع على الاقل. ايوه نعم. على الاقل مضارع. نعم. امشي شوي. وبرضه مستقبل. امشي شوي. مستقبل في الاصل لان انا فين القيامه لسه. ايوه.
امشي معايا هودني لغايه ما نشوف بس الاخيره. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله. قالوا نعم. فاذن مؤذن. حلو امشي. كل ده مش هيهمني بقى. بينهم ان لعنه الله على الظالمين. حلو. استنى بقى استنى بقى. الظالمين دول كانوا ظالمين امتى؟ في الدنيا. في الدنيا اقرا لي كده الفعل اللي عليهم بقى. خلاص خلاص والله. لا انت قايل زيها بالظبط والله. الذين يصدون. يصدون امتى بقى؟ عن سبيل الله. ده فعل ايه؟ يصدون اهو. زي تنزل اهي. بالظبط بالظبط. ده زمن ماضي ولا مضارع ولا انتوا ما بتفهموش ولا انتوا مش عايزين تفهموا؟ ونادى انا انزلناه. يصدون تنزل الملائكه. مش تقصد حضرتك ولا الشاهد مضارع اهو. يبقى هيصدوا وهما في الجنه او في النار. فهمت؟ لازم صدوا. دول صدوا. انا بعبرهم المقابر. يعبر الله بالمضارع عشان لان ده حكايه حال حكايه بتحصل. الحقوا صلحوها. انا انزلناه تنزلت فيها لما حصلت. لكن الايه لا تتكلم غير عن نزول القران وليس لها علاقه لا بغفران ولا بطاقه القدر وليله القدر وكلام كله كان فارغ. الايه لا تتكلم غير عن انزال القران عن نزول القران. وهذه الليله قدرت بما؟ ايه اللي قدرها؟ ايه اللي خلاها؟ بص يا محمد صحصح للسؤال ده قوي. رمضان اللي قبل البعثه كان في ليله قدر؟ شهر رمضان ده موجود يا جماعه قبل محمد ما يتولد. يا خبر ابيض. دي نقطه فاصله. شهر رمضان اللي قبل بعثة محمد بن عبد الله كان فيها ليلة قدر. نتحراها بقى. نتحراها معناها افهموها. ادي قصد الرسول. وكل الاحاديث دي مدسوسة على الرسول. لا يمكن الرسول يقول النقيضين في حديث واحد. وان جاءت في البخاري ومسلم. وان جاءت في يا استغفر الله تجنني يا محمد. وان جاءت في من يدعي انه الله. ها. نقول له لا انت مش ربنا. ما تيجي في مكان ما تيجي. حاجة تخالف النص القرآني. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما هي قدرت بما؟ بإن فيها القرآن بس. لا قدرت إن ربنا يغفر لي. هقول لك على جملة وتفهمها. من ينتظر بالتوبة إلى ليلة القدر آثم. ده مشرك بشرح حضرتك. مشرك أهبل. زي ما أنت عايز تقول قول يا عم. عندك توبة. توب دلوقتي. توب في شعبان. توب في رجب. توب في يناير. توب في فبراير. يعني أنت مستني شهور على انت ايه؟ انا سرحان من حضرتك دلوقتي قاعد افتكر حاجه في سير الصحابه او يا عم كل ده مدسوس ثلاث ارباع. انا اقول لك كلام اهو اسالني عليه امام الله. الصحابه 90% من كتب السيره كلام فارغ. 90% وما فيش فيها برضه. يعني هي ما فيش فيها ان الصحابه قعدوا ضيعوا الامه ضيعوا الناس يا جماعه. مش ممكن كده. طب ايه المطلوب يا دكتور محمد؟ يعني ان احنا نفهم. كمل حضرتك بقى. ليله القدر. لكن انا بسالك أنا بالبلدي حضرتك. والله انا القي هذه المسؤوليه على كواهل اهل العلم او من يرى. يا شيخ يصح ان وزاره الاوقاف تحتفل بليله القدر اللي ربنا الرسول قال لك انا نسيتها في البخاري اللي مش ده في البخاري. يعني هو احنا هنعمل ايه في البخاري بقى؟ هناخد اللي يعجبنا من البخاري البخاري قال انا نسيتها. معلش يا دكتور احنا بنحتفل بيها ولا المفروض نعبد فيها بقى؟ اسمع اسمع يا محمد. إيه؟ بص انا هعمل لك كل الاحتمالات عشان تفهمني. الرسول يا اما قال دي الاول يا قال دي الاول. يا اما انسيتوها الاول يا اما في العشر الاواخر او في الوتر من عشر. طبعا دول مستحيل يبقوا مع بعض. ده مش الرسول اللي يقول حاجتين عكس بعض. خد بالك الخاص وخاص العام ده في كلام القانون. كلامنا احنا حضرتك. القانون مقبول في المحاسبه اقول لك في القانون لكن في كلام الرسول لا مفيش كده. وبعدين هات لي مثال ثاني. انا برضو يعني الرسول احتار فيه كده وبتاع. في امثله كلها في الضعيف عشان برضو ما حدش عشان ما نوفر عليهم. الرساله محتاجه جزم فعلا مش محتاجه مش مهم. ما ينفعش كده. ما ينفعش. فيا قال دي يا قال نسيتوها يا قال في العشر الاواخر. افترض انت الافتراض بقى عشان امشي معاك. قال دي الاول مثلا لازم يبقى في نص دي ان انا افتكرتها. صح صح صح. طب قال دي الاول مش انا قلت لكم كذا. قال دي الاول قال دي الاول وبعدين يقول انسيتها. ده منطق؟ لا طبعا. لو انسيتها ما تقولش دي. ما تقولش دي يبقى الاحتمالات قفلت اهي. مفيش كده. ادي النص. ادي نص الاحاديث. ده التضارب. بص انسيتها ده الحديث يسكتهم كلهم يقطع الالسنه. حلو. انا سالتك السؤال وانت تعجبت وما ردتش عليا. رمضان اللي قبل البعثه. لا بالعكس ده كان شاهد مهم قوي. كان في ليله قدر. لا حرم الناس اللي ماتوا قبل رمضان ده ما يدخل من ليله القدر. طب كان ظلم. استنى بس ده محض ظلم. استنى
النصارى اللي كانوا مش عشان نتكلم كلام بس ما يروحش من الناس، النصارى اللي كانوا بيعبدوا ربنا اصحى معايا قوي كانوا بيستغفروا امتى؟ النصارى اللي كانوا بيعبدوا ربنا لغايه بعثه محمد. في ناس بقيت على الرساله بما فيهم ورقه من ورقه كان على الانجيل. حرف ألف ماليش قصتي، انما كان يدين بالنصرانيه. كان بيستغفر ولا ما كانش بيستغفر؟ كان عنده رله قدر. لا خلينا في المسلمين اللي ماتوا. لا دي اهم يا دكتور، عارف ليه؟ لان حد ممكن يطلع. مفيش مسلمين ماتوا بقى، انا بقول رمضان اللي قبل البعثه. ما انا بقول كده. لا خليك معايا حضرتك بقى. يعني ممكن وحضرتك بتقول الكلام ده يجي واحد يقوم يقول لك ده ايه، اصل دي خصيصه زي ما بيتقال في الكتب برضه، دي خصيصه لامه محمد عليه الصلاه والسلام. حلو ماشي. ماشي. فخلينا بقى في المسلم اللي هو ما ادركش الـ 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 الايه لما قالت ان انزلناه، اللي مات في رمضان اللي ما كانش فيه ليله قدر، يبقى ده محض ظلم طبعا. دي اقوى. طيب هل خصص حديث واحد من احاديث الرسول بالمغفره في هذه الليله؟ واحد بس. انا هشكت لو انت قلت لي مش هتكلم. امال ايه اعمال ليله القدر وال ده كلام، ده كلام دردشه كده بندردش. مفيش حديث فيه. معلش يا دكتور محمد، يعني لما يطلع حد يقول لك يعني كل الناس دي كلها مش فاهمه وهدايه بقى هو اللي عارف مراد الله سبحانه وتعالى، فانا معلش عارف ارد عليه اقول له ايه؟ خليك مع الناس اللي فاهمه، ما عنديش رد غير كده. حضرتك بتبين الحق. لان عايز اقول لك على حاجه، هي قريش اشتكت. لماذا بعث الرسول؟ ما كان يرجع بقى. يعني هو لما بعث الرسول كانت قريش اشتكت عشان يبعث رسول الله؟ لا. ما هي نفس العله دي. هذا ما وجدنا عليه ابانا، دي هتفضل كده. اذا انت قلت المنطق ده ان كل دول هذا ما وجدنا عليه ابانا، خليك معاه. خلاص ما عنديش كلام اقوله يعني. انما انا بسالك، هل في حديث واحد اتكلم عن المغفرة في ليلة القدر؟ لا. آية خصصت المغفرة في زمن؟ الأسئلة في ليلة القدر كتير جدا، وفي أسئلة بقى في الاعتكاف، لأن هندخل في هنتشعب. الاعتكاف لا لحظة، من أول رمضان لآخر رمضان وارد ومحقوق. لا هسأل حضرتك لسه في الاعتكاف، ولسه هسأل حضرتك لأن حضرتك قلت لي إن القرآن ده تهديد يعني ولا إيه؟ لا والله أنا شايف الصيغة كده. لا أنا بصراحة يعني أنا يعني هقول لحضرتك إيه، أنت بتزلزل الأرض من تحت أقدام الناس بما فيهم أنا يعني، والحق أنك تنتصر لما تقول بالقول الفصل. أنا لسه ما شرحتكش إن أنزلناه عشان أوريك العظمة. والله أنا افتوضت في التبيان يعني الإلهي. يعني لو في وقت الحلقة الجاية بقى. لا من الواضح إن إحنا هناخد حلقات في موضوع ليلة القدر. سعداء طبعا بهذا الفهم والله دكتور محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وجزاك الله كل خير. وأرجع للسادة المشاهدين إن شاء الله عز وجل، أحبتي في الله، سنعود في نطاق أو في ظلال ليلة القدر، لأن الأمر جد خطير. هنرجع للدكتور محمد وهنسأل أسئلة كتير جدا تخص هذه الليلة، وبعدين أهم الأسئلة، طب المفروض نعمل إيه بقى؟ وبعدين لما نعلم هذا العلم ما هو الواجب وما هو الدور الذي يجب علينا أن نقوم به؟ أحبتي في الله، إلى هذه الأسئلة وإلى هذا اللقاء نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.